هنا راح يكون مكان معلم الرياضة أو مدرسة الرياضة. هنا بهذا المكان على جهة خلف على جهة اليسار من سارية العلم. شوف هالوقفة مال كادر التدريسي، راح يكون هاي النجمة هي المدير، مدير المدرسة. خلف شوفوا لاحظوا المكان خلف سارية العلم، وهنا راح تكون الهيئة التدريسية اللي هو قد يكون معاون مدرسين جميع الموظفين. هنا هاي النجمة الحمراء هذا الضيف اللي راح يزورنا بالمدرسة، راح يكون مكان ويصب على جهة اليسار، جهة اليسار من المدير. هاي راح تكون وقفة الكردوز على يسار سارية العلم. انتبهوا شوف هنا مكان رافعات العلم، واحنا بوضع الاستعداد، اي حركة اي كلام تمنع، خاصة الساحة وقت ما نبدي الاحتفالية مال مراسيم رفع العلم الباب ينسد، لا طالب يعني طالبة فايتة ولي امر فايت، ها كلها تمنعوها، حتى اذا جاكم زائر يقف على صفحة، يعني لا يجوز حمل الكتب والحقائب واي شيء اخر اثناء المراسيم. هسه مثل ما قلنا ممنوع نهائيا، كل تقف بحالة استعداد. عند توفر الجوق الموسيقي او موسيقى خاصة للانسحاب يمكن للفرقة الكشفية الاستعراض حول الساحة المدرسة وامام الطلبة لغاية المكان المخصص لها. العملية الاولى هي تشوفون كلكم تشوفوا العلم ثلاث الوان متساوية، فتخلون اللون الاسود على اللون الابيض واللون الاحمر على اللون الابيض. حتى للسهولة نحن ايش قلنا؟ قلنا اقلبوا العلم الاحمر للاسفل، حتى بالسهولة عملية الطي بهذا الزقزاق من اصل النهاية، شوف من اصل الثلث الاخير للعلم احاول الف حتى يجي بيدي سهولة، واللي هو ما يأثر يعني حتى لو الاسود للاسود للاسفل ماكو اي فرق. واحاول هذا العلم الحبل اللي باللون الاحمر للاعلى حتى لا توهم الطالبه ترفع للون الاسود للاعلى. شوف الاتجاه وين مال الاتجاه، شوف راس السحب راح يكون للاعلى، وممكن ان تشرون الحبل بلون او بصبغ او بشيء تشرو حتى الطالبه تنتبه عليه انه لا ترفع العلم بالعكس. وبهذه الطريقه راح تلفون الحبل حول الساريه وتجهزوه لمراسيم رفع. لفه بسيطه بسيطه حتى من تجي الطالبة أو تجي نقول تجي المرشدة أو المرشدة المتقدمة بسهولة حل العلم. يسار سارية العلم هي فرقة المرشدات، نشوف مكانها سارية العلم. يسار سارية العلم هي فرقة المرشدات، بعدها يجي مرشد الصف والصف، مرشد صف والصف، مرشد والصف إلى أن ننتهي بالصف الأخير. هذه بالنسبة لوقوف المدرسة ككل أثناء الإعازات، أثناء ما يكون مدرسة التربية الرياضية أو معلمة التربية الرياضية تنطري إعاز، الكل يردد مثل ما تقول مدرسة السلام عليكم، راح يردد الجميع بما فيهم مديرة المدرسة والمعلمون من غير المرشدين كلهم راح يقولون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من تقول مدرسة استعد راح نقول عاش عاش العراق بصوت عالي. يؤدي مدير المدرسة أو الضيف إذا موجود ومدير المدرسة بما فيهم يعني المدرسة كلها، ماكو أحد يستثنى من تأدية الإعاز. من يعطي معلمة التربية الرياضية الإعاز الكل راح يؤدي الإعازات. أنا اللي راح أقرأ قصيدة العلم، أجي حي العلم، خلصته قريته قصيدة العلم كملته، ما أرجع من هنا، أرجع بالاتجاه الثاني، أرجع من هنا وأرجع إلى مكاني، أطلع أخلص هذه المدرسة صفي وأرجع إلى الصفي اللي أنا بيه. أثبت السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدرسة استعد رافعات العلم عادة تنشر. مجموعة قف إلى اليسار.
موطني موطني الجلال والسماء والزناء والبهاء في رباب في رباب والحياة والنجاة والأناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السما تبلغ السما موطني موطني إلى اليسار دور عادة أنصر إلى الوراء دور قصيدة العلم تلقيها المرشدة ست رؤى أيها العلم عش هكذا في علو أيها العلم فإننا بك بعد الله نعتصم جاءت تحييك هذا اليوم معلنة أفراحها بك فانظر هذه الإمم إن العيون قريرات بما شهدت والقلب يفرح والآمال تبتسم الشعب أنت وأنت الشعب أجمعه وأنت جلال الشعب والعظم فإن تعيش سالما عاشت سعادته وإن تمت ماتت الآمال والهمم هذا الهتاف الذي يعلو فتسمعه جميعا فاسلم أيها العلم اليوم الأخير للدروس التدريبية لمراسيم ورفع علم جمهورية العراق الذي أقيم على أرض مخيم الحدباء الكشفي القائدة ميادة حمد الله مشرفة فنية في النشاط الرياضي على مدار أسبوع أقامت مديرية النشاط الرياضي شعبة التربية الكشفية درس تدريبي عن مراسيم رفع وتحية علم جمهورية العراق اليوم هو كان اليوم الأخير حيث حضر مدرسات التربية الرياضية ويسمى قادة مرشدات تربية نينوى دخل للدرس تعليمات الوزارية المنصوص عليها لإخراج درس تدريبي لإخراج الدرس إلى في أروع صورة وتلافيا للأخطاء والهفوات التي يقع فيها بها بعض مدرسات التربية الرياضية القائد الكشفي علي صبحي محمود كانت المحاضرات قيمة من قبل قادة كشافة نينوى شعبة التربية الكشفية شكري وتقديري العالي لمن حضر وشكري وتقديري العالي للإعلام التربوي المواكب لنشاطات تربية نينوى صفاء الدين محمود شريف مسؤول شعبة التربية الكشفية